الطاقم ملتقى صوار التحرير تحرير لاونج عرض لفيلم مولود في 25 يناير، وهو من الأفلام التي عملت على توثيق الثورة المصرية في 25 يناير. حضرنا الفيلم وسألنا صناعه عنه وعن جائزة أفضل إسهام في مهرجان الأقصر للسينما المصرية. الفيلم طبعا متقدم بوجهة نظر ذاتية زي من خلال الأحداث اللي أنا عصرتها، من خلال عيلتي، من خلال أصدقائي، يعني أحداث الثورة بشكل ذاتي مش موضوعي. ده يمكن حاجة معرفش تبقى مختلفة ولا لا، مش عارف، بس يعني دي حاجة في الفيلم موجودة. الحاجة التانية ان انا ما توقفتش عند فكرة 18 يوم، والفيلم بيقدم 4 شهور من عمر الثورة، من بداية الاحداث او من قبل بداية الاحداث لحد 27/5. وليه 27/5 تحديدا؟ اللي هي كانت جمعة المناداة بالدولة المدنية اللي رفضت كل الطيارات الدينية النزول فيها، ونزل كل الطيارات الليبرالية بينادوا فيها بمدنية الدولة المصرية. الفيلم أولا، يعني أنا السنة دي برضو شفت أفلام كتير قوي.